يشكل التوجيه الملكي السامي الذي جاء في كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني، يشكل بادرة خير تفتح المجال أمام الشباب في تقديم العديد من الأفكار الداعمة للتطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية. ومن منطلق إيماننا بأن أبناءنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد، فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي. الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى رسم ملامح الرؤية البحرينية وحقق حلم الشباب الواعد بتوجيه جلالته بإنشاء صندوق الأمل، في دليل على اهتمام جلالته المباشر بدعم الشباب وتنمية مهاراتهم وأفكارهم لكونهم الثروة الحقيقية للوطن. جلالته كلف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للإشراف على تأسيس هذا الصندوق ليكون تحت مظلة أمير الشباب يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني لإنشاء وتملك الأعمال والشركات. الخطاب يعد إذاناً بدخول مملكة البحرين لمرحلة جديدة في مسيرتها المباركة من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية، حيث تضع السلطتان التنفيذية التشريعية تلك التوجيهات الملكية السامية في أعلى أولوياتها من أجل التقدم المستمر في مختلف ميادين العمل والإنتاج، بما يحقق حياة معيشية مزدهرة للمواطن وتقدما ورفعة للوطن. هذه المبادرة السامية ستنعكس إيجابا على الشباب أنفسهم ليكونوا هم العنصر الفاعل في تحريك العجلة الاقتصادية، وتأتي المبادرة لتترجم على أرض الواقع الرعاية الكريمة التي يوليها جلالة الملك المفدى للقطاع الشبابي، ويجسد عمليا تقدير جلالته للشباب البحريني ودورهم الحيوي والبناء في منظومة العمل الوطني والتنمية المستدامة لمملكة البحرين.